الكور تاع اليوم لا سيتوجينيز. في لا فان دو لا فيديو غادي ندير لكم ان ريزومي على لي كوسيام و لي بياج. في لا في في لو كور هومان كاين توجور ان بلان ا. لورسك هاد لو بلان نو فونكسيون با, سي لو بلان ا نو فونكسيون با, بينا بلي كاين ان اوتر بلان, لو بلان بي. لو بلان ا راني نقصد بيه لا غليكوليز, لا غليكوليز اي فورماسيون de l'énergie, de l'ATP. Si la glycolyse ne fonctionne pas, quand je glucose, les situations de jeûne, mais quand je garde glucose, quand il y a le plan B, le plan B ou la formation des corps cétoniques pour former de l'énergie. C'est le but de la cétogénèse, c'est de former des corps cétoniques. C'est la formation des corps cétoniques, mais ça sera au niveau du foie. Les mitochondries dans le foie. هاد لا سينتيز تنجم تكون فيزيولوجيك عادي عند الانسان الطبيعي, وين تنصنعوا لي كور سيتونيك في لي سيتوياسيون فيزيولوجيك وين تا كاين صومو باغ اكزومبل في لي سيتوياسيون دو جون كوم لو جون ما تاكلش كاع والاكزرسيس فيزيك برولونجي. هنا كاين سينتيز فيزيولوجيك تاع لي كور سيتونيك. وبارفوا كاين دي سيتوياسيون باثولوجيك كيما في لاسيدوسيتوز ديابيتيك, ديابيت تيب 1, إذا الجلوسيمي طلعت بزاف نجم درنا اسيدوسيتوس ديابيتيك, هذا كور تاع اندوكرينو. الوغ اذا راكم باغيين تصومو سي فو ديسيدي دو جوني, هي 12 ساعة ابخي لو ديبي دو فوتر جون, مور ما صمتو 12 ساعة موراها شاي صرا لا جلوسيمي, السكر في الدم يبدا يهبط, لا جلوسيمي تاعكم تبدا تنقص. Et en réponse de ça, ma gadi chtaklo, glycémie noqsat, le corps taakom wach gadi dir? Gadi le pancréas, il sécrète le glucagon, une hormone. Glucagon, il sécrète le pancréas. Hadi elle est sécrétée, le glucagon il est sécrété, qu'il glycémie tonqos fi ddem. Glycémie noqsat, il y aura sécrétion de glucagon. Had l'hormone glucagon gadi rouh w stimule le foie w yqoul lah خصني غلوكوز. شاي يدير لو فوا يبدا يدير غليكوجينوليز, يبدا يدير ديغراداسيون, ديغراداسيون هيباتيك تاع الغليكوجين, ديغراداسيون تاع الغليكوجين اي اون فورم كوا ا بارتير دو غليكوجين اون فورم دو غلوكوز اللي هو سبسترا انرجيتيك لو غلوكوز. بصح راه يدير ديغراداسيون تاع غليكوجين, يدير ديغراداسيون دو غليكوجين بصح مع الوقت ابري 24 دو جون صحي الجلوكوجين ثاني يكمل, ما كانش باش نصنعوا الجلوكوز دروك. الجلوكوجين يا مونك, يا مونك دو جلوكوجين شي يدير لو فوا هاد الخطره يولي يصنع الجلوكوز. بصح من واش بدي سيبسترا نون غلوسيدي كون بار دو نيو غلوكوجينيز باغ اكزومبل يحكم لاسيد اميني اسيد غرا ويدير شي يدير يدير لا نيو غليكوجينيز من اسيد اميني حمض اميني صنع لنا غلوكوز سي دي سيبسترا نون غلوسيديك وصنع لنا غلوكوز سي دي سيبسترا نون غلوسيديك. من بعد انفيرون 1 ا 3 جوغ دو جان 1 ا 3 جوغ هنا لو كور كومونس ا مونكي دي سيبسترا نيسيسير بو فابريكي لو غلوكوز ميم اسيد اميني و سي بون. هنا شي يولي يدير لو كور لي يولي يصنع لي كور سيتونيك, يبدا يصنع لي كور سيتونيك ا بارتير دا سيتيل كوا, ا بارتير دا سيتيل كوا عندنا غير لا سيتيل كوا غادي نصنعو بيه دي كور سيتونيك. ولا سيتيل كوا عندها لي سورس تاعها راكي عارفه, كاين اسيد غرا لا بيتا اوكسيداسيون, اسيد اميني كاتابوليزم يعطيك اسيتيل كوا, غلوكوز تاني نجم يمد. بصح راه عندنا حنا بروحنا راه عندنا مونك دو لا غليسيمي سي سورتو من الاسيد غرا سورتو من لا بيتا اوكسيداسيون. هاد لاسيتيل كوا وين غادي يروح باش يصنع لنا كور سيتونيك في الفوا؟ لا سينتيز تصرا او نيفو دو فوا, وي او نيفو دو فوا. عندك الدم لو فيسو سانغان لا سيركولاسيون سانغين ولي تيسيو بيريفيريك, لي تيسيو بيريفيريك كيما لو كور كورتكس رينال و لو سيرفو اون كا دو جون. دونك عندك لي تيسيو بيريفيريك وماذا سيحدث عندك زوج اسيتيل كوا نستحق
وأسيتيل كوا مع أسيتيل كوا، زوج أسيتيل كوا في رحبة سافورم دو لاسيتو أسيتيل كوا. C'est une réaction de condensation de des zouj canalisée par thiolase. C'est là. Acétyl-CoA مع acétyl-CoA. شو غادي تزيدو لهم؟ تاني نزيدو لهم واحد آخر acétyl-CoA. Et ça forme le HMG-CoA. HMG-CoA هو le beta-hydroxyméthyl-glutaryl-CoA. HMG-CoA. Catalysé par LHMG-CoA synthase. سهلة. حتى الآن درنا ثلاثة أسيتيل كوا استخدمناهم، هذا ما كان. من بعد شي الرياكسيون المهمة اللي غادي نصنعو بها لي كور سيتونيك. دوك نصنعو بروميي كور سيتونيك اللي هو أسيتو أسيتات. هاد الأسيتو أسيتات سيت أن كور سيتونيك كاتاليزي باغ هاد الرياكسيون، كاتاليزي باغ لونزيم أش أم جي لياز. وهاد الأسيتو أسيتات يسقسو ليه في ليكوسيام بلي سيت أن كومبوزي إنستابل كي بو سبونتانيمون سو ديكاربوكسيلي. يقدر يسو ديكاربوكسيل أون أن كور سيتونيك توكسيك. وماذا يحدث أيضا؟ هاد الأسيتو أسيتات ينجم يتحول بيتا هيدروكسي بيتيوغات. Sera la réaction de réduction des sacs la transformation de l'acétoacétate en bêta-hydroxybutyrate. Elle permet quoi? Elle permet de réoxyder le NADH parce que le NADH plus zébel jeb l'hydrogène ou tchawul NAD plus. On a oxydé le NADH plus. La réaction c'est une réaction de réduction catalysée par enzyme bêta hydroxy butyrate déshydrogénase, sans oublier que elle permet de réoxyder le NADH. Oui, elle oxyde le NADH en NAD+ ou tous les corps cétoniques qui vont au vide d'ami, vont vers les tissus périphériques. Ou l'acétoacétate il ne se met pas à l'acétone. Parce que l'acétone il est inutile. Ou cette l'acétone, qu'est-ce qui sera là? Il va être expiré dans les poumons. Regardez, sera là. Expiration. Il va être éliminé, mais il est inutile. Je ne peux pas faire l'énergie ou non. Quand on a l'acétoacétate ou bêta-hydroxybutyrate, on a les trois types de corps cétoniques. Acétone, bêta-hydroxybutyrate, acétoacétate. Il y a les corps cétoniques qui vont dans les tissus périphériques où ils servent des réactions inverses. Les cheveux vont dans le foie et ils servent l'inverse de l'homme. هي وصا فورم دو لاسيتو اسيتيل كوا حتى يرجع لنا لي دو اسيتيل كوا اون فورم لي اسيتيل كوا. هاد لي اسيتيل كوا تو كي فورمو لينيرجي دو لو سيكل دو كريبس. وي وي سي سا. هادي تراو في لي تيسيو بيريفيريك غادي يصراو دي رياكسيون انفيرس. سي اون انفيرسيون دو لا سينتيز دي كور سيتونيك. يا اون انفيرسيون دي رياكسيون دو لا سينتيز دي كور سيتونيك. Mais c'est la maladie axillée à aider les tissus périphériques, les tissus utilisateurs, surtout le cerveau, en cas de jeûne. Vous savez que les corps cétoniques, ils augmentent le pH. Oui, l'acidité d'acide. C'est-à-dire qu'il y a un cycle clinique. Du coup, tu vois l'acidocétose diabétique, le déséquilibre acido-base. Oui, c'est le coma mortel. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? بلي لاسيتوجينيز اس دي غول في لو فوا مفروغ منها. هذه وين تصرا في الفوا؟ وين في لي ميتوكوندري ماشي سيتوزول في ميتوكوندري. وتحفظوا ثاني بلي لي كور سيتونيك لي تفورماو كاين ثلاثه. شكون هما لي فونكسيونيل وين نستعملو في لي تيسيو بيريفيريك؟ كاين لاسيتو اسيتات و بيتا هيدروكسي بيتورات. بيتا هيدروكسي بيتورات ماشي يقول لك ميثيل بيتورات ولا يشكل عليك، لا هيدروكسي بيتورات. كاين بزاف لي بي اش في ليكوسيام. هادو زوج اللي نستعملو في البيريفيري. لاسيتون لا، لاسيتون فات اكسبيري. كونسيرنون هاد لا رياكسيون هادي مهمه تنحفظ، هادي مهمه. الاسيتو اسيتات اش درنا له؟ اش زدنا له؟ زدنا له اش بلس. اش بلس كنزيدو هيدروجين نقولو هاد رياكسيون ريدكسيون، تحصلنا على هيدروكسي بيتورات. وفي المقابل الناد فقد الهيدروجين، سما الناد اش صرا له؟ صرا له اوكسيداسيون. هاكا يسقسوك في ليكوسيام ما يتلفوها لك ما والو.
تقرا الكوغ تحسبوا روحكم راكم غايه وكاع بصح حلوا لي كسام باش باش هاد لي بياج ما يغلطوكمش. كيقول لك لا فورماسيون دي دروكسي بيوتيرات ا بارتير دو لاسيتو اسيتات ال كوندوي ا لا ريوكسيداسيون دو نات اش اش بلس تو فوتو شهاده بيان سور اللي تحفظوا غايه وتحلوا لي كسام. كسام ضروري تحلوهم. الكوغ مع كسام يساوي النجاح. يعني جمو يسقسوكم على بلي ننطلقوا من دو اسيتيل كوا وبلي لي رياكسيون انفيرس غادي يرجعوا لنا دو اسيتيل كوا. دونك في لي كسام اتونسيون لا سيتوجينات وين تصرا تصرا في لو فوا ماشي في لي دي سوبيريفيريك. هادي حرسوا روحكم منها. غادي نشوفكم دروك لا فهمتوا غادي نعطيكم كلكو كيستيون. Durant le jeûne, les corps cétoniques, donc hématocloche, les corps cétoniques sont utilisés par quel organe? Cerveau. Question Zéouja. Goulou faux ou la vraie? L'acétoacétate est un composé instable qui peut spontanément se décarboxyler un corps cétonique toxique sans enzyme. Rauha ou je voulais juste ou la. Non. Alors, oui, c'est une réponse juste, chouf. J'écoute le compte. L'acétoacétate, il y a une décarboxylation où il trouve l'acétone, il y a toxique. Ou troisième question, la transformation de l'acétoacétate en bêta-hydroxybutyrate permet la réoxydation du NADH en NAD+. Ça y est, c'est ça. Raha juste.